يتبع تنظيم الإخوان الإرهابي سياسة واحدة منذ بداية تأسيسه إلى وصولهم لمقاليد الحكم في عدد من الدول لإسقاط نظام الدولة ولتحقيق أطماعهم الشخصية، بداية من حماية مصالحهم الشخصية للسيطرة والانفراد بالحكم. رجب أردوغان يوافق على إنشاء قوة ميليشيوية تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف المعارضة التركية ونشطاء حقوقيين. واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي التركي خطوة أردوغان خطيرة ويجب الرد عليها من الشعب والبرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس التركي يسعى لنظام الرجل الواحد من خلال تشكيل قوة ميليشيوية موازية تتبع سلطته الشخصية لإدارة الحرس الثوري الإيراني. وتتكون الوحدة التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي من 500 عنصر سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول. وتأتي تلك الفكرة بعد أن زادت معارضة أردوغان والأصوات الرافضة لحكمه. النائب البرلماني إبراهيم كابو أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض قال في حسابه على تويتر إن إنشاء مثل هذه الوحدة يتعارض مع الدستور التركي، فيما رأى محللون أن استحداث الرئاسة التركية قوة ميليشيوية موازية في أكبر مدينة تركية يعتبر تطورا خطيرا للغاية. ويحرص أردوغان على اتباع سياسة إنشاء عصابات مسلحة تأتمر بأوامره وتنفذ إملاءاته بحيث يدعمها بشتى السبل بالأسلحة والعتاد والمال لتكون أذرعه وأدواته لترويع خصومه، مقتديا بهذه الطريقة بأسلوب النظام الإيراني في إنشاء وتأسيس جماعات عقائدية تتبع نظام الولي الفقيه. وهذا ما يتبعه ساسة تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا منذ وصولهم لمقاليد الحكم وحتى سيطرتهم على العاصمة طرابلس. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.